كتب الله أجركم وسلامي للجميع. إبراهيم قصيد في الحد الجنوبي أذكر. عند أبو العنة جاهزة؟ أنا والله عندي الحد الجنوبي وأثارا أبو خالد يوم جاب قصة الولد، لكن اللي تبدو أنت عطنا الثنتين قصة الولد حقة الولد والحد الجنوبي. الحد الجنوبي باقي عندنا وقت وخير الحمد لله. قلت يا الحوثي مهما تطلقون علينا بالأرض ولا في سماء جونا فوق حنا بحما منه بحماه احتمينا الله ربي والوعد منه موثوق حق عليه ان ينصر المتقين ويهزم الكفار والشرك والبوق نرمي برميه يوم حنا رمينا مغيثنا لا يبس ترياق وحلوق والله ما غيره نصير رجينا لا حلف لا قوه وليات مخلوق شرع لنا الاسلام دنيا ودينا وعاداتنا نرعى المواثيق وحقوق جيوشنا منهم ملينا يدينا مطوقين حدودنا والوطن طوق يا رب تحفظهم لنا سالمينا ما مسهم ضر ولا صابهم عوق ما مسهم ضر ولا صابهم عوق. سلام يا سلام. أسأل الله أن ينصرهم ويردهم لأبنائهم الحد الجنوبي سالمين غانمين. يمكن ما يخلو بيت من بيوتنا إلا فيه أحد أبنائنا في الحد الجنوبي دفاعا عن وطننا والحمد لله. وأنا أقول حقة الابن أول شيء سلامة خالد ولا يشوف شر وأبشر بالخير إنه يتزوج ويكبر ويصير له عيال وتشوفه إن شاء الله بعيونك. هذا قالوا لي إبراهيم كان عمره 4 سنوات قطعت الشارع أنا ويا الله يصلح أنا ماسك إيده لما قطع الشارع الاول انطلق من يدي وراح سلام. الا السياره شالته الا على الرصيف الثاني. لا اله الا الله. وشلناه المستشفى الوطني ذيك الايام وجلس بالعنايه يمكن اسبوع او كذا على قول الاطباء قالوا يمكن يفقد الذاكره والحمد لله الحين حافظ القران متزوج والحمد لله وضابط بالحرس الوطني ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله. وقلت له يا سيوفي قلبي لقلبك هتف انا اسميه سيوفي يا سيوفي قلبي لقلبك هتف عن عيوني يا عيوني لا تغيب بالمدامع والقلوب اللي ترف أسأل الله إنك بحوله تطيب يا وحيدي يا عيوني يا خلف ودي إنك سالم وأنا صويب ما يهون الدم من راسك نزف وما تهون دموع عينك يا الحبيب يا إبراهيم الفرح بك مختلف فجعتي بك طعمها مر غريب عندي إن الوقت من ثقله وقف وصرختك عيت عن عيوني تغيب ما حسبتك حي مير الله لطف ردك الروحي وروحي بك تطيب هاك عمري يا بعد عمري تلف بس عينك عن عيوني لا تغيب بس عينك عن عيوني لا تغيب الله يخليه لك يا رب.